خلينا زي ما احنا برضو متعودين مع حضراتكم نروح دلوقتي مباشرة لقطر وموفد اكسترا نيوز من هناك محمود شوقي. محمود بنرحب بيك، واحنا لسه يعني كنا شايفين الاجواء وشايفين وراك ما زالت احتفال جماهير التانجو الأرجنتينية بالتأهل والفوز 2-1. طبعا توصف لنا اكتر الفرحة الجماهيرية اللي موجودة وراك دلوقتي. بالظبط محمود، مفيش اجمل من كره القدم ومتعه الكره والجماهير العاشقه لمنتخباتها، وهنا المنتخب الارجنتيني يحظى بدعم كبير جدا من الجماهير، سواء جماهير الارجنتين او جماهير اخرى عاشقه للتانجو وميسي ورفاقه. لكن دعني ابدا معك محمود من حيث انتهيت، حيث اشرت منذ قليل عن وصول ميسي لارقام قياسيه، منها وصوله الى الرقم 1000 في عدد المباريات. تصور محمود أن ميسي منذ قليل أكد أنه لم يكن يعرف أنه يخوض اليوم المباراة رقم 1000 في تاريخه. ميسي أشار أنه علم منذ ساعات أنه يخوض تلك المباراة التاريخية، المباراة رقم 1000، ويقترب من تحطيم أرقام قياسية أخرى من حيث الأهداف. ميسي حظي بدعم كبير جدا من جمهور الأرجنتين المتواجد في ملعب أحمد بن علي، وقد حضرنا المباراة وسط الجماهير العاشقة لفريقها التي تحتفل الآن كما ترى محمود بشكل هستيري، أملا في مواصلة المشوار وحصد الكأس الذهبية في النهاية. وكل الأمل منعقدة على نجم كبير يحظى بدعم كبير، هو ليونيل ميسي وعدد آخر من زملائه بالفريق. دعني وأكد لك محمود أنه المنتخب الأرجنتيني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أبدى رضاء التام عن المستوى الذي وصل إليه الفريق، وأكد نجوم المنتخب الأرجنتيني أن المنتخب السعودي ربما يكون سبباً فيما وصل إليه المنتخب الأرجنتيني الآن، وهو التأهل لدور الثمانية، حيث اعتبروا الهزيمة أمام المنتخب السعودي كانت جرس إنذار مبكر لمنتخب التانجو من أجل تحذير نجوم الفريق من صعوبة كل المباريات. هنا محمود كل الحديث عن أنه كل المباريات تبدو صعبة للغاية على كافة المستويات، والدليل خروج عدد من المنتخبات الكبرى، وبالتالي على الفرق الأخرى أن تحترم كل المنافسين. هذا بالنسبة لأجواء مباراة الأرجنتين وأستراليا هنا في الملعب الرائع أحمد بن علي، والذي يحتضن أكثر من 40,000 متفرج، ويعد من الملاعب الجميلة للغاية، وأجواء رائعة أمام أحمد ملعب أحمد بن علي. أما فيما يخص باقي الأخبار، أنا كنت عايز أكد على النقطة دي يا محمود، وعن فكرة إن إحنا يعني العالم وليس فقط في مصر ولكن في كل أنحاء العالم يتحدثوا عن أداء الفرق الآسيوية القوية وأداء الفرق الإفريقية، وده اللي خلى يمكن زي ما أنت بتقول وخروج الكبار أهمية هذا المونديال وقوته. خلينا زي ما كنت هتنقل لنا بقى يعني برضو أيضا عن هولندا والاحتفالات كانت إزاي، وكان في توقعات أيضا يعني بفوز المنتخب الهولندي. إذا كانت التوقعات كانت تشير أو تصب في صالح المنتخب الهولندي محمود، فإن المنتخب معسكر المنتخب الهولندي قد شهد قلق بالغ قبل مباراة أمريكا، خاصة في ظل قوة المنتخب الأمريكي من الناحية البدنية على وجه الخصوص. المنتخب الهولندي يحظى بوجود ويبدو محظوظا بوجود مدرب كبير مثل لويس فان جال، الذي يتحدث في نفس النقطة التي نتكلم عنها محمود، وهي احترام الفرق الكبيرة للفرق الصغيرة في المونديال، مؤكدا أن كل المنتخبات المتأهلة للمونديال قطر هي منتخبات كبيرة، وبالتالي على كل منتخب أن يبذل جهدا كبيرا من أجل مواصلة المشوار. في نفس الإطار محمود وفي نفس المنطقة التي نتحدث عنه، أكد مساعد المدرب في منتخب السنغال، حيث امتنع أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال على التواجد في المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بمباراة الغد، وأكد مساعده أن على المنتخبات الإفريقية أن تحلم كثيرا في المونديال لتحقيق نتائج افضل من ذلك. صعود ثلاث منتخبات اسيويه يعطي مذاق خاص ايضا للمونديال الحالي في قطر، خاصه في ظل وتواجد اعداد كبيره من الجماهير الاسيويه في هذا المونديال. عموما هو مونديال مختلف من كافه الجوانب طبعا، الجماهيريه والفنيه، ويبدو اننا امام اثاره قادمه في باقي الادوار محمود. انا بشكرك طبعا يا محمود، ويعني نلحق برضو لان بعد ما قال لك بيانج في المايك احنا متوقعين برضو، لان الاحتفالات هستيريه زي ما انت بتقول، فهنسيبك عشان بكره كمان ان شاء الله نكون موجودين معاك ونشوف كمان منتخب قوي زي منتخب السنغال. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا. موفد اكسترا نيوز محمود شوقي.